بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن لم تحب نفسك اليوم فلن تحبها غدا، لأن مهما كان العذر الذي لديك اليوم لكي لا تحب نفسك ففي الغالب سيكون لديك غدا، والغالب أنه سيكون عندك نفس العذر بعد 20 سنة من الآن، بل ربما قد تأخذ معك هذا العذر لعدم حبك لنفسك إلى الأبد. أحد أسباب الإدمان هو كراهيتك لنفسك، لأن أنت تلوم نفسك على تقصيرك في شيء من الصعب جدا كان أن تصل إليه، مثل أن تحقق أشياء صعبة جدا في وقت قصير ومتفرعة، وكل منها يحتاج إلى سبيل خاص فيها. فتبدأ بجلد الذات على هذا التقصير، وتريد أنك تحيط بكل شيء وتلم بكل الأمور وتحقق أعظم النجاحات في جميع المجالات، وهذا شيء مستحيل. وتريد أنك تصل إلى الكمالات، تحقق حياة مثالية، وهذا شيء ضرب من الخيال. أن تسامح نفسك على ما بدر منها في الماضي، وهذا معناته أن حتى لو ثانية مضت، بما أنك أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر الذنوب جميعا في نفس الوقت، وقد يبدل سيئاتك حسنات. فلله الحكمة البالغة فيما مضى وجرى من أمور حياتك، قد كتبها الله عليك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المهم أن أنت بما أن الله سبحانه وتعالى سامحك، الأصل أنه هو الله سبحانه وتعالى، إن تبت وصدقت في التوبة فإن الله سبحانه وتعالى يجب ما قبل هذه التوبة ويمحيه، هذا هو الأصل. ف إن كنت فعلا أتيت بشروط التوبة كانت صحيحة لوجهه الكريم، وأقلعت عن الذنب وعزمت على لا تعود إليه، ويعني أحسنت ظنك بربك وخفت من ذنبك، فإن أنت على الخير. هنا يجب أنك أنت لا تحتقر نفسك، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحتقر أحدكم نفسه. نعم أنت تكون على حذر من نفسك، لكن روحك التي بين جنبيك عليك أن تحبها، تحب لها الخير. لا تجلد نفسك، لا تيأس مما جرى معك، لأن أهم قاعدة لكي من أهم القواعد لكي تتعافى وتحيا حياة هانئة هو أن تحب نفسك. إن أحببت نفسك لن تضر غيرك ولن تضر ذاتك، وستحظى بسلام داخلي، وستقدم لها كل ما يفيدها ويعلي من شأنها، ليس علوا على الناس لكن علوا على الرذائل. ستربأ بنفسك أن تتعاطى الشهوات المستبدلة، وأن تتهافت على الماديات التي هي من ما يترفع عنه أصحاب الفضائل. فسامح نفسك على كل ما مضى، اجلس جلسة بينك وبين نفسك وارجع إلى الأمور التي تلوم نفسك فيها، وانظر لها من ناحية إيجابية. اكتب 5 أمور إيجابية حدثت من خلال هذا الشيء السلبي الذي حدث. اكتب الأمور التي أنت ممتن بأنك أنت عملتها، بأن الله سبحانه وتعالى وفقك لفعلها، اشكر الله على أنه وفقك أنك أنت تقوم بالأمس كذا وكذا، وأنك أنت تقوم باليوم كذا وكذا، حتى لو أنك أنت ذهبت مشوار، حتى لو أن أنت تعلمت شغلة صغيرة، حتى لو أنك تتفاعلت مع أي أحد ما بطريقة سليمة،
حتى لو انك انت استيقظت مبكرا، نمت او نمت مبكرا، او ربما لم تتمكن لكن قمت بفعل شيء ايجابي، حتى لو كان يوم من النوفاب، يوم من استمتاع داخلي، تصرفت بشكل سليم، ايا كان هذه الامور، فرشت اسنانك، تحممت، ايا كان امر، يعني انت لن تستطيع انك انت تحل كل مشاكل العالم او مشاكلك بيوم واحد، او انك انت يعني تكون سوبرمان بيوم واحد. فاشكر الله سبحانه وتعالى وامتن على ما قدمته طوال مسيرة حياتك وطوال الفترة الماضية، حتى تأخذ تقدير للذات وثقة، بحيث انك انت تقوم بالمضي قدما والاستماع في طريق ايجابي. وثانيا، جدد توبتك مع الله سبحانه وتعالى، استغفر، الجأ اليه، اعترف بذنبك، اعترف بنعم الله عليك، واظهر الضعف امامه، واطلب منه انه يتوب عليك. واتمنى ان يكون هذا فيه خير وسلام. واحرص على السلام الداخلي، واحرص على السلام الداخلي والرسوخ النفسي، لأن هذا هو ما سيعطيك حياة هانئة. والزاهد هو من يأخذ من ذلك بنصيب الأسد، إن أنت علمت أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر للأمور، وأنت رضيت به وبتدبيره في كل ما يجري عليك، فأنك أنت لن تستاء، من تستاء، ولن تقلق على غد هو بيد الله، ولن تحزن على شيء جرى بمقادير الله، وستكون في حاضرك متوكلا على الله. وإن كنت لا تتهافت على الماديات، لا تستشف نفسك للذات، مترفعا عن الشهوات، فكيف ستتضايق؟ انت كنت متواصل، اذا كنت انت متواضع الرغبات، فان انت لن تقلق على حدوثها وعلى عدم حدوثها، لن تحزن على فواتها، وستعرف كيف تتعامل معها بشكل ارتياحي، وستأتيك، وستكون منبسطا لكي تتناولها وتأخذها من مضانها وتسعى اليها. صلى الله عليه سيدنا محمد.